أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم تابعتم خلال الساعات اللي فاتت، التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، والأمر وصل لاستهداف الأطفال والنساء وتحديدا مستشفيات الأطفال بالصواريخ وقنابل الفسفور الأبيض، وفقا لتصريحات وزارة الصحة الفلسطينية النهاردة. على صعيد الضفة الغربية، فقوات الاحتلال هناك قامت بتسليح عدد كبير من المستوطنين وتدريبهم خلال الأيام اللي فاتت، وده بحجة الدفاع عن النفس. لكن الحقيقة السيناريو اللي حصل مختلف. المستوطنين هناك قتلوا مواطن فلسطيني وأصابوا ابنه في جنازة بشمال الضفة الغربية، وسط تبرير رسمي إسرائيلي لهذه الممارسات. اللي بيحصل ده تصعيد متزايد للعنف بشكل يعني غير مبرر، محاولات لتهجير لسكان لقطاع غزة وتصفية الأهالي في الضفة الغربية، وكل ده بيوضح المخطط اللي بتسعى له قوات الاحتلال بتصفية القضية الفلسطينية تماما باستخدام العنف. السيناريوهات اللي إسرائيل عايزة تنفذها خلال الساعات القادمة، وممكن تكون نتائجها ازاي على عملية السلام، ومسألة استهداف الأطفال والمدنيين ورد الفعل اللي ممكن يخلقوا هذا الفعل العنيف من المقاومة الفلسطينية، هيكون رد فعلهم ايه؟ اللي في ايديهم أسرى وعدد كبير من الرهائن الإسرائيلية. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع أستاذ محمود سلامة، الباحث في المركز المصري للدراسات والفكر الاستراتيجي. يعني بعد هذا التصعيد المفاجئ في غزة اليوم والحديث عن الاجتياح البري، كيف تدار الساعات القادمة من وجهة نظرك في الأراضي الفلسطينية؟ يعني خليني أبدأ إنه اللي بيحصل حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي بالنسبة لي تعد إبادة جماعية ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم غربي كامل. يعني لو لأول مرة أنا بشوف إنه في صراع ما بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي تسير من أجله الولايات المتحدة الأمريكية، حاملة طائرات وقوة عسكرية قوامها 5000 جندي ومدمرات أو قطع بحرية، بالإضافة إلى أنه الدعم الغربي يعني الحقيقة أنه هو غريب جدا في وسريع يا أستاذ محمود. يعني رد الفعل الغربي كان سريع، أو امبارح كانت بتحط مسيرات قوات طائرات مسيرة تحت تصرف قوات الاحتلال. صحيح. فرنسا بتمنع التظاهرات الداعمة للموقف الفلسطيني. عندنا الاتحاد الأوروبي بيوقف المساعدات الإنسانية للسلطة الفلسطينية أو لسكان فلسطين. الأونروا بتصرخ من نقص الإمكانيات عندها، والتهجير وصل أكثر من 423 ألف فلسطيني تركوا أو نزحوا من القطاع، نزحوا داخليا. الجيش الإسرائيلي بينفذ خطة ممنهجة لطرد الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة تحديدا، بيلقي عليهم منشورات بتقول لهم ان انتوا لازم تخلوا القطاع في خلال 24 ساعه، وده كان يعني شيء مستنكر جدا من القياده المصريه. عندنا النهارده في بيان صدر من الخارجيه المصريه بترفض انه يتم تهجير الفلسطينيين بهذا الشكل، يعني المده نفسها غير كافيه لنزوح او لخروج الفلسطينيين من الارض. صحيح. معنى كده ان احنا عندنا يعني بنتكلم في اكثر من 1.1 مليون، وفق التصريحات الرسميه 1.1 مليون فلسطيني مطلوب منهم ان هم يخلوا شمال القطاع والاتجاه جنوبا في اقل من 24 ساعه. ازاي هذا العدد يمكن ان يخلى بهذه الطريقه في عدد الساعات القليل ده؟ انت بتتكلم على مليون مواطن، واكثر من مليون مواطن يتجهوا من الشمال للجنوب بهذه الطريقه. يعني في ظل انقطاع الطرق، وضع انساني متردي على الاراضي، احنا بنحط مبرر لاباده جماعيه في الاراضي الفلسطينيه. يعني القوات الاسرائيليه او قوات الاحتلال الاسرائيلي بتبرر لنفسها انها عملت تحذير او عملت تنبيه للمدنيين العزل في اراضي غزه قبل ما تقصف او قبل ما يعني تقوم بالاجتياح البري للقطاع. فاذا احنا امام خطة ممنهجة ودعم غربي منقطع النظير، لأول مرة بيحصل بالشكل ده بشكل فج وصريح إن هم يقوموا بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وبيدفعوا بقوة ناحية إن هم ينزلوا اتجاه الجنوب ومنها إلى الأراضي المصرية أو الحدود المصرية. صحيح. وتسليح المستوطنين في الضفة الغربية ده يدعو المدنيين لقتل بعض. يعني احنا بنتكلم عن تجييش المدنيين في الضفه الغربيه، يعني مش جديد عليهم في
الأراضي المحتلة إن هم بيسلحوا المستوطنين وبيعتدوا اعتداء مباشر على الفلسطينيين. ده مش شيء جديد، ولكن كل الإجراءات اللي بتتخذ في الوقت الحالي من سلطات الاحتلال في أراضي فلسطين بتنذر بكارثة إنسانية لم نشهدها من قبل في الأراضي الفلسطينية. يعني لما نمنع دخول المساعدات الإنسانية، المساعدات الإنسانية بالمناسبة في بعض الدول أرسلت مساعدات إنسانية ومواد إغاثية كثيرة جدا وصلت لمطار العريش وفقا لدعوة مصر. يعني مصر دعت أن احنا نفتح ممرات آمنة بإدخال المساعدات والمواد الإغاثية للقطاع، ولكن إسرائيل ترفض تماما فتح ممرات آمنة لإدخال هذه المساعدات. تم توجيه مساعدات من تركيا ومن الأردن إلى مطار العريش، ولكن في انتظار فتح ممرات آمنة بناء على وعد من الولايات المتحدة الأمريكية. وبرأي حضرتك السيناريوهات المطروحة بعد طلب إسرائيل إخلاء شمال غزة؟ يعني هو السيناريو المطروح بقوة حاليا هو الاجتياح البري أو استمرار القصف على قطاع غزة خلال الساعات القليلة المقبلة. يعني في توقع أنه الاجتياح البري سيتم ولا مفر منه خلال الساعات القليلة القادمة، وده هيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع. احنا شفنا النهاردة تمهيد من القوات الإسرائيلية بتضرب في جنوب لبنان وبتضرب في سوريا. قوات الدفاع الجوي السورية بتعلن أنها أسقطت مسيرات إسرائيلية كانت بتستهدف مطار دمشق. فده كل ده بينبئ أنه في تحركات عسكرية جدية هتتم خلال ساعات قليلة على قطاع غزة. التقاعس العالمي اللي حاصل أمام استخدام النوع ده من السلاح واستهداف المستشفيات والمسعفين، كيف تقرأ هذا المشهد الدولي؟ يعني أنا شايف أن الوضع حاليا هو تواطؤ غربي مع القوات الاحتلال الإسرائيلية. لو بنتكلم على الاتحاد الأوروبي خصوصا والولايات المتحدة الأمريكية، فهي بتعلن صراحة أن أي اعتداء على الإسرائيليين هو اعتداء عليهم، وبالتالي هم بيدعموا وبيفتحوا قنوات دعم منقطعة النظير للقوات الاحتلال. بنشوف أنه الدول العربية للأسف الموقف أستاذ محمود، احنا نسمح حضرتك تفضل معانا على التليفون، احنا معانا لقطات حية من قطاع غزة للقصف اللي بيحصل هناك. أعتقد أصوات عربات الإسعاف واضح، حضراتكم أكيد بتتابعوا هذه اللقطات من قطاع غزة، انقطاع تام للكهرباء عن القطاع زي ما حضراتكم شايفين الصورة على الشاشة. يعني من يخرج سالما من هكذا حرب؟ يعني الوضع مأساوي. ربنا يسلم أهالينا في القطاع، ربنا يسلم أهالينا في القطاع. أستاذ محمود حضرتك معانا على التليفون، مشهد يخلو من الإنسانية والرحمة الحقيقة، ويعني مفيش حياة. وده يمكن كان المطلوب من البداية، إنه نرسم الموت لسكان قطاع غزة علشان يهجروا هذه الأرض ويتركوها متمسكين بأرضهم. وده اللي قاله النهاردة رئيس وزراء فلسطين في كلمته النهاردة، إنه مهما تعرضنا لتهجير ولحصار احنا متمسكين بأرضنا، عمرنا ما سبناها ولا هنسيبها. نعود لأستاذ محمود حاك معانا، أستاذ محمود سلامة الباحث في المركز المصري للدراسات والفكر الاستراتيجي، نتابع مع حضرتك يعني هذه اللقطات الحية من قطاع غزة. و يعني هل هناك أي محاولات دولية لوقف ما يحصل في قطاع غزة والاستماع لصوت العقل، وإنه هذه الحرب ستكون عواقبها وخيمة على الجميع؟ الجميع يعلم عواقب هذه الحرب، وما تقوم به إسرائيل في الوقت الحالي هو يعني تصعيد غير مسبوق، بيدعو أو بيمهد لاتساع دائرة الصراع في المنطقة بالكامل. وبالتالي احنا شفنا أنه أكثر تحركات يعني للتهدئة
قام بيها الجانب المصري في الوقت الحالي، استطراد على كافة الأصعدة، اتصالات مع رؤساء الدول ووزراء الخارجية من مختلف أنحاء العالم، سواء كانت الولايات المتحدة أو سواء كان دول الاتحاد الأوروبي، سواء كان على مستوى المنطقة العربية. شفنا أنه في دعوة أو اقتراح من الرئيس بوتين أن هو يتوسط للتهدئة وحل النزاع. شفنا النهاردة تصريح رسمي من الصين أيضا بتقول أنه إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي أو الوصول للوضع الحالي كان سببه الظلم الواقع على الفلسطينيين. صحيح. تاريخيا، وهو ده اللي أثار يعني حفيظة الإسرائيليين، ورفضوا بشدة هذا التصريح ووجهوا اللوم للسفير الصيني أنه الصين كان لابد أن تدين الاعتداءات حماس على الأراضي الإسرائيلية. أولا احنا بنشوف يعني تحركات مدى تأثير وفاعلية هذه التصريحات في المشهد الآن؟ في الوقت الحالي في ظل تمسك الجانب الإسرائيلي بالاجتياح البري لغزة، أعتقد أنه الأمور تسير لمزيد من التعقيد. الاستماع إلى صوت العقل لن يأتي إلا بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، الفاعل الرئيسي والشريك الأساسي في صنع السياسة الإسرائيلية. أستاذ محمود، هنتابع مع حضرتك ونتابع مع السادة المشاهدين كل ما يحدث في غزة بهذه اللقطات الحية. أستاذ محمود سلامة، الباحث في المركز المصري للدراسات والفكر الاستراتيجي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.